صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في عملية مشتركة مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط من ضبط حاوية خاصة بالتبريد قادمة من دولة الإكوادور في اتجاه الجارة الإسبانية عبر ميناء طنجة، وقد ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين ضمن شحنة من أسماك الطونة. وحسب المعطيات الأولية فقد مكنت عمليات التفتيش الدقيقة التي نفذتها الأجهزة المختصة من العثور على كميات هامة من المخدرات القوية ملفوفة بعناية داخل أحشاء الأسماك. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم فيديو اضغطوا على زر الإعجاب.